الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. للشاعر أحمد شوقي رحمه الله: إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بمكارم بخلاقي. ما لم يتوج ربه بخلاقي. من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شغلت مآثرهم مدى الآفاق. أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا بين الرجال يجلن في الأسواق. يدرجن حيث أردن، لا من وازع يحذرن رقبته ولا من واقي. يفعلن أفعال الرجال لواهيا عن واجبات نواعس الأحداق. تتشكل الأزمان في أدوارها دولا وهن على الجمود بواقي. فتوسطوا في الحالتين وأنصفوا، فالشر في التقييد والإطلاق. رب البنات على الفضيلة، إنها في الموقفين لهن خير وثاق. وعليكم أن تستبين بناتكم نور الهدى وعلى الحياء الباقي.